ابن سي لطيف شخصيه بارزه ومعروفه من اللي بعد. هذا هو السيد احمد الرقيبي، وهذا هو ولاد سيد عبد الرحمن الركاز. وهذه مسائل خاصكم تعرفوا النقطه اللي احنا فيها. احنا تجمع جميع القبائل، احنا فاسمها الرميلات ولا شو ترميلات. ترميلات ترميلات كتوجد واحد 8 كيلومتر على الماس، على وزين. احنا في الوزين، احنا معمل معمل الماس سيدي علي. من هنا نحيي جميع الناس اللي غادي يشوفوا هذا الشريط، ونتمنوا التوفيق، ونتمنوا العمل يكون ان شاء الله مكلل بالنجاح واستمرارية فيما فيه خير الأمة وخير ورضا.